لسه متابعين محاضراتكم اخبارنا، وهنروح نتابع جهود التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي اللي كان انطلق في 13 مارس 2022. احنا يمكن فردنا ليه خلال حلقات سابقة كتير هذا التحالف الوطني اللي بيشارك في عضويته كبرى مؤسسات العمل الاهلي والتنموي في مصر، بيضم 24 جمعية ومؤسسة اهلية وكيان خدمي وتنموي، زي مثلا الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. هذا الكيان تحديدا بيضم في عضويته حوالي 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد إقليمي، بتعمل طبعا في مختلف المجالات التنمية على تنوعها، سواء كانت خدمية أو صحية أو توعوية أو تعليمية عمرانية وغيرها. الحقيقة هذا التحالف أعلن عن مواصلة جهوده لدعم الفئات الأولى برعاية، وده بإطلاق العديد من المبادرات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم. هنروح لمحافظة سوهاج تحديدا، هنتابع ماذا قدم التحالف الوطني للعمل الوطني الأهلي التنموي هناك لأهالي محافظة سوهاج. نروح لهذا التقرير ونرجع نكمل باقي كلامنا، ويمكن نفتح كمان باب النقاش حوله. داخلين ب 30 مركز قروي، 181 قريه، 1123 تابع. اذا كنت هتتكلم عن حياه كريمه، انت شايف دلوقتي المركز اللي انت فيه ده تم تطويره عن طريق حياه كريمه، الوحده الصحيه اللي بتتبني بره دي عن طريق حياه كريمه. لا، احنا حياه كريمه بشكل عام وليس على اولاد عليهم تحديدا، القريه اللي بتدخلها المبادره بتخرج منها بعد ما تخلص كل شيء فيها كما ينبغي وزياده شويه. النهارده يوم مش عادي طبعا على وسط اهلنا وحبايبنا. طبعا اليوم النهارده تحس فيه فرحه، طبعا بتدينا حب للوطن. نحن النهارده في اكبر قافله على مستوى الجمهوريه خاصه بالتحالف الوطني اللي بتشارك فيه اكبر مؤسسات وجمعيات اهليه، كلهم جايين النهارده لخدمه اهالينا واسرنا المواطنين. النهارده في رعايه لتقديم الرعايه الصحيه والاجتماعيه وتوعيه للفئات المستحقة. عندنا النهاردة في القافلة حوالي 6 أو 7 تخصصات طبية، عندنا قدم سكري، عندنا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. تقريبا احنا عندنا عدد المستفيدين من 2000 ل 2500، وعندنا استعداد ان احنا نزيد على عدد المستفيدين عن كده. عندنا قوافل زراعية، قوافل بيطرية، عندنا قوافل توعوية أسرية، قوافل توعوية ضد أمراض سرطان الثدي. سعيد يعني في حياة الرئيس السيسي اتطورت جدا واتمدنت. الصعيد بقى ينافس وجه بحري في الحياه كلها. اللي بيشوف الصعيد دلوقتي يعني تقدم ما حصلش في الزمن السابق. دلوقتي حياه كريمه بتقدم خدمات طبيه حلوه، بتقدم مساعدات. فتره زمنيه ما كناش بنشوف الكلام ده، حاليا احنا في ارض الواقع بنشوف مؤسسات خيريه بتنزل بتدي كراتين، بتدي حلاوه المولد، كشوفات طبيه، علاج على نفقه الدوله، تحاليل، كل حاجه هنا بتنزلها المؤسسات الخيريه، راعي مصر والاورمان وغيره. ربنا يبارك في الريف، واحلى مبادرات شفناها في تاريخنا. عمري 73 سنه، اول مره تجيب حاجات عندنا في ولاد عليهم. كويسه والله، كويس، ان شاء الله يبارك فيكم وفي اعماركم. فرق كبير قوي، كبير قوي، في كل جميع الطب كله عندي وكل حاجه عندينا، وان شاء الله خير كتير. ربنا يبارك فيه ويبارك في مصر وتحيا مصر. احنا بينضم لنا هاتفين استاذ محمود فؤاد، نائب رئيس جمعيه الاورمان وعضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. برحب بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، اهلا بيك. وعايزين نعرف يعني كنتوا يعني تعملوا ايه، بتقدموا ايه في هذه المبادره لمحافظه سوهاج؟ دي قافله مجمعه من اعضاء التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي في محافظه سوهاج، شملت جميع التخصصات. طبعا اعضاء التحالف الوطني في تنوع ما بين الجمعيات والمؤسسات في جميع التخصصات، سواء الطبيه او التنمويه او المواد الغذائيه. جميع المؤسسات التحالف الوطني مشتركه في هذه القافله، ودي طبعا مش اول قافله ولا اخر قافله. احنا ان شاء الله الاسبوع الجاي هنبقى في القليوبيه، كل اسبوع هيبقى في محافظه.
بنقدم جميع انواع الدعم، سواء الدعم الطبي او الدعم الغذائي او الدعم التنموي من خلال مشروعات بتقدمها جمعيه الاورمان، مشروعات تمكين الاقتصادي، بننزل القرى والنجوع. مش عايزين الناس تفضل تعتمد على المساعدات العينيه او النقديه بس، احنا عايزين الناس تشتغل. الجمعيه عندها على الارض حوالي من خلال التحالف الوطني ووزاره التضامن الاجتماعي حوالي 220 الف مشروع تنموي صغير. اللي انا بنقول عليه الاقتصاد الموازي، الاقتصاد اللي مش ظاهر، النهارده لازم تشتغل. المشروع النهارده لما بيقدم مشروع لمستفيد بيفهم سواء في النجاره او بيشتغل حداد او بيشتغل اي شغل بيفهم فيه، بنعمله دراسه جدوى وبنتابعه لمده 3 سنين على الاقل. متابعه دي شقين، الشق الاول ان هو يكون عنده جديه في المشروع يكبر، وفي نفس الوقت احنا كجمعيه بنحل له المشاكل اللي بتقابله في الطريق. المشروعات الصغيره بتوفر، المشروع الصغير بيوفر على الاقل فرصتين لثلاث فرص عمل، فتنميه اقتصاديه من ناحيه، توفير فرص عمل من ناحيه ثانيه. لما بنتكلم على الجانب الطبي، بعض اعضاء التحالف منهم الأورمان ومصر الخير وجميع أعضاء التحالف عندهم أنشطة طبية بيقدموها، أو راعي مصر بيقدموها من خلال القوافل، أجهزة تعويضية. يعني القوافل أو المبادرات اللي بيعملها التحالف الوطني بتبقى شاملة، ويعني كل الناس بتستفيد من أنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي. طيب أنا كده فهمت إن يعني من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي هناك حالة من التنسيق بين الجمعيات. احنا بنتكلم على 24 جمعية، بنتكلم على 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي مشتركين في هذه المبادرات. هناك تنسيق في تقديم الخدمات لأهالي كل منطقة، واحنا كنا يمكن في سوهاج ونزلنا صورنا وشفنا أهالينا الجميلة اللي هناك في سوهاج الحقيقة، وهم سعداء بهذه المبادرة. عايز أسأل حضرتك عن المبادرات اللي هتشتركوا فيها خلال الفترة اللي جاية. قلت لي هتنزلوا الأليوبية الأسبوع اللي جاي. إن شاء الله الأليوبية الأسبوع اللي جاي. هتقدموا إيه الأهالي الأليوبية؟ يعني إيه أنواع المبادرات اللي هتقدموها؟ إن شاء الله يعني شبيهة بقافلة سوهاج، هيبقى فيها دعم غذائي ودعم طبي على أعلى مستوى. وكنت عايز برضو يعني أنوه لفكرة التشاركية ما بين المؤسسات، الكلام ده ما كانش موجود قبل كده. دي كانت الفكرة في إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن المؤسسات الكبيرة الـ 24 مؤسسة بما فيهم مؤسسة حياة كريمة والمبادرة العظيمة بتاع سيادة الرئيس، مبادرة حياة كريمة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى الجمهورية، إن هم يتشاركوا ويتواجدوا مع بعض على الأرض. حقق هدف يعني سامي جدا، وعدم تكرار اولا التشاركيه، وعدم تكرار المساعدات المقدمه للمستفيدين، وانشاء داتابيز وقاعده بيانات قويه جدا 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 تقدر الدوله المصريه تستفيد منها في اي مبادرات قادمه ان شاء الله. بنوعد حضراتكم ان احنا كمجتمع مدني بمناسبه ان عام 22 عام المجتمع المدني اللي اطلقه سياده الرئيس، ان احنا مستمرين في 22 و23 ان شاء الله و24 والى ما لا نهايه ان شاء الله. ربنا يدي الناس كلها العمر. المجتمع المدني هو ذراع من اذرع الدوله، المجتمع المدني موجود على الارض، الناس اللي بنوصل لها ناس فعلا تستحق ان احنا نوصل لها في جميع نجوع وقرى جمهوريه مصر العربيه. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. شكرا جزيلا ليك، شكرا جزيلا على يعني كل الجمعيات واللي بتقدموا الحقيقة من مساعدات حقيقي بتصل إلى يعني المحتاج الحقيقي ليها في مصر. احنا كنا في سوهاج وسمعنا أهالينا هناك وهم يعني في غاية السعادة. خلوني أكمل.